أنا اسمي لولو أحمد قطب وعمري 16 سنة وبلعب كاراتيه. أنا دخلت لعبة الكاراتيه بداية بس عشان أعرف أدافع عن نفسي، بعد شوية بعد لما لقيت لعبها كانت ازاي حبيتها جدا، وحبة بحبة بقت شغفي. عجبتني الحركات والناس والمكان كله، خلاني بحب جدا الكاراتيه. قابلت كابتن محمد، وبعد لما هو شافني وشاف لعبي قال لي تعالى انضم معايا في نادي النصر، وانا طبعا اكيد قبلت، والحمد لله كانت من ساعتها كانت يعني تجربة جميلة جدا جدا. اتعرفت على ناس كتير وتعلمت كتير، وكانت تجربة حلوة جدا جدا. لا كنت بلعب سباحة فيها، لكن يعني كانت بالنسبة لي هواية، لكن الكاراتيه هي اللي فعلا اتعلقت بيا وانا حبيتها جدا. تصحى كبيرة طبعا، المهم تكون انتي يعني واثقة في نفسك، ومش تخلي اراء التانيين تقولي اه لا بنت ما ينفعش تلعب، دي لعبة رجولية حاجة فيها عنف. ما تخليش الكلام ده يأثرك، بالعكس البنت تقدر تعمل اي حاجة وتقدر تلعب اي رياضة. الكاتا هو عبارة عن حركات معينة تعمليها، وعبارة عن حركات هجومية ودفاعية ضد خصم خيالي غير موجود. بيكون فيها حركات معينة، بوقفات معينة، بإيقاع معين، بيكون في حركات سريعة وفي حركات بطيئة، وعبارة عن شكل فن. الكوميتي عبارة عن حركات أكيد دفاعية وهجومية، بتعتمد على سرعة الرد والتفكير وقت الماتش. المفروض انت تعرفي انت ازاي امتى تدافعي، تشوفي خصمك بيعرف يعمل ايه، ما بيعرفش يعمل ايه، ايه اللي هو كويس فيه، وانت تستخدمي ده لمصلحتك وتعرفي انت تهزمي. اخر بطولة كانت في شهر 2، لعبتها كوميتي، كنت اول واحدة لعبت معاها، كنت كسبتها 7-0. كنت في الاول لاحظت كانت ايه هي اللي بتعرف تعمله اكتر، كانت هي بتعتمد على ايه اكتر، ايديها رجلها، كنت باخد ده لمصلحتي. كل ما اجي اشوف ان هي في نقطة ضعف كنت بضربها برجلي، اشوفها في نقطة ضعف في هنا كنت بضربها بكذا. واخدت اول حاجة كانت 3 نقاط، بعديها 3 نقاط كمان، وبعديها اخر نقطة، وفضلت على الهادي لغاية لما حد الماتش خلص وكسبت عليها 7-0. تعرف نقطة خصمك لما تشوف الحركات اللي بيعملها واللي بيميل عليها، ايده رجله، في حركات بالايد معينة وفي حركات بالرجل معينة. اشوف اي حركة بالايد بيعملها كتير، اي حركة بالرجل بيعملها كتير، وخدها دفاع هجوم وتكسب عليه. اكتر حاجة لازم تركز فيها رد الفعل، عشان رد الفعل بتعرف تهاجم، بتشوف امتى خصمك في نقطة ضعفك، تعرف تدافع، تشوف امتى خصمك هيهاجم عليك، وتعرف كمان خلي بالك من المحيط بتاع الماتش، ما تطلعش برا الخط، ما تضربش خصمك على وشه، كون انت مخلي بالك وعقلك في الماتش. كان في بطولة الخليج كنت لعبت فيها وتأهلت لغاية الأول، الحمد لله كسبت الأول. في بطولة في البحرين كنت روحتها، وكانت هذه بالنسبة لي أول مرة أسافر فيها، أسافر برا وأروح فيها عشان بطولة برا الكويت. كان بالنسبة لي طبعا أكيد تجربة حلوة حلوة، قابلت فيها ناس كتير، ومع إني كسبت لا وتعلمت كتير جدا جدا. شفت الناس تانيين لاعبين كاتا وكوميتي بيلعبوا ازاي، شفت ستايلات وايقاع غير، وانا اتعلمت منهم، والحمد لله كانت يعني تجربة جميلة. كان طبعا اكيد اول دعم كان دعم من اهلي، وكان دعم برضو من الادارة والمدربين، يخلونا نقعد في البحرين لايام زيادة عن ايام البطولة، نروح نتفسح، نشوف، نيجي ناكل، ويعني خلونا ناخد راحتنا بعد البطولة. دوري ان اساعد ربي بالبطولات، اني اقوله ان عادي حتى لو ما جبت مركز، المهم ان انت تدخل الماتش وتعمل كل ما عليك. الاهم امشي، لازم انت تدخل تعمل كل فيك، ما تكسلش ولا تخاف، ولو توترت عادي، دي تجربة والحياة كلها تجربة، لازم انت كإنسان تتعلم. فعادي حتى لو ما كسبتش، انت بتتعلم، بتاخد خبرة، ودي بالنسبة لي حتى لو ما جبتش مركز دي ثمينة جدا. طموحي اني اكون مدربة كبيرة وافتح اكاديمية خاصة اعلم فيها الصغار او الناس اللي بدهم يتعلموا دفاع عن النفس. نصيحتي ان اللعب الرياضة عموما صحي جدا، بيخلي
الجسم في صحة روعة جدا جدا، بيخليك تعمل الحاجات اليومية عادي. وكمان بالذات هنا في الكاراتيه حتى بعيد عن اللياقة بتتعلم ازاي تدافع عن نفسك. الله أعلم يعني ممكن ايه اللي يحصل بعدين في المستقبل، ان انت تكوني عارفة ان في لو حصل حاجة انت هتعرفي تدافعي عن نفسك وتطلعي بره الموقف الصعب، دي مساعدة جدا. كابتن محمد حميدو، مدرب كاراتيه نادي النصر من 2015. بديت في النادي من 2015، دشيت النادي وتعرفت على الفريق، اخترت قطاع الناشئين اللي هم اقل شيء، يعني مثلا كنت باخد اطفال من سن 6 سنين وابتدي معاهم واطلع معاهم زي الفريق اللي كان موجود مع حضرتك كده. في لاعبين عندي للبنات وعندي في الشباب. اللاعبين عندي لاعبين كاتا ولاعبين كوميتيه، دوم لهم تمرين ودوم تمرين وابتدي معاهم اعمل لهم البرنامج واشتغل معاهم على البطولات. قبل البطوله بعمل لهم معسكر مقفول عليهم غير ميعاد التدريب خالص، ما يكونش في حد موجود، ونبدا ندش نشوف الاخطاء اللي عنده حاجه ناقصها بكملها معاه. انا باخد لاعب ما يكونش عارف حاجه خالص، يعني لاعب لسه بادئ من الصفر وانا ابتدي معاه. هنا بيطلع لاعب كويس جدا جدا جدا، لان هو بيتعلم من الاول من الف ب. بالنسبه لتطوير اللاعب او ان انا اكتشف ان اللاعب ده يوصل بطل، بتتعرف على طول الستايل بتاع اللاعب حتى بالفطره بتبان. ببقى انا عارف كمدرب ان ده يوصل ويبقى بطل، ببدا اطور فيه وببدا اعلمه وابدا احفزه وابدا اشتغل عليه لغايه لما يدش بطوله. اول بطوله حتى لو ما جابش حاجه بقعد اشجعه بقول له دي اول بطوله، اللي جاي افضل بيجيب. بعد كده يعني بجني كل ده، بحصد كل اللي انا قلته عليه. ابص الاقي البطوله اللي بعدها جايب لي ميداليه، جايب مركز اول، وصل منتخب الكويت، يعني حاجه كل مره في تطوير. رسالتي للاداره، انا بشكر الاداره طبعا على الدعم، ما بطلب حاجه بلاقيها، بطلب اجهزه الاقيها، المدربين زمايلي كلنا بنكمل بعض، يعني ما فيش مدرب واحد بيعمل حاجه، يعني انا مش بعمل كل حاجه، عندي الكابتن ايمن، كابتن فريد، كلنا بنكمل بعض، احنا فريق واحد، تيم واحد، كلنا بنكمل بعض، كلنا واحد، كلنا نفس الانجاز. اللي بيجيب ميداليه من اي حد كانها لينا احنا الثلاثه، يعني المدربين، مدير اللعبه، كابتن حاكم، كل المنظومه بتاعتنا واحد، ميداليه للكل مش لواحد مش لفرد. وبشكر طبعا اللاعبين ان هم بيستحملون ان انا اشد عليهم، اخد وقت اطول في التدريب، الاحمال عليهم بتبقى صعبه شويه، بس هم بيستحملوا، عارفين ان النتيجه بتاعتهم هتبقى كويسه. فبشكر اللاعبين كلهم ولادي، يعني انا بشكرهم وببقى فخور لما حد فيهم بيجيب ميداليه كانها انا اللي خدتها بالظبط. في عندي لاعيبه للوة كانت بتتدرب مع مدربين تانيين بس التعامل ما كانش مظبوط، بدأت أكلمها، عامل نفسي جاب باباها يكلمني، قال لي أنا عايز أرجعها، قلت له هاتها،
بدأت أعملها نفسيا، ما كانتش كانت رافضة إنها تلعب تاني، قعدت كلمتها خدتها التمرين، شفت هي يعني كان ناقصها إيه. الحمد لله بقت بطلة الكويت ما شاء الله، وواخدة بطولات كتير.